us. So back to what I was saying. Could be us. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لاباس عليكم؟ مزيان في امان الله، نتمناكم في احسن الاحوال ان شاء الله. كما تشوفوا اخيرا تم افتتاح صحته بمدينة مكناس. راه تقريبا شي 3 سنين وهي مسدودة، كانوا شي يديروا الاصلاحات. ها هي اخيرا صحة الهديم عادت اليكم من جديد. انتم كما تشوفوا خوتي خواتاتي، هاد الحوانت كلهم تم الترميم ديالهم، كلشي غالبا غيتحل. دابا دوزي واحد السيمانة تشوف كلشي، هاد الحوانت كلشي محل ان شاء الله بقدرة الله عز وجل. المهم الساحة يا زباونة، انا راه كسقت الاخبار، جيت نصور لكم خوتي خواتاتي. باب منصور راه باقي تيترمم، المهم على الاقل حيدو دوك لي بانو اللي كانوا. هاي الساحة وساعت دابا، السارج راه تيعمر حتى هو غالبا ان شاء الله قريب غادي يتحل. المهم كاين الجديد في مدينة مكناس، اليوم 21/7/2024، يعني اوت ان شاء الله غالبا غيكون كلشي تحل ان شاء الله بقدرة الله عز وجل. خوتي خواتاتي، نتمنى الفيديو يعجبكم ان شاء الله، نتلاقاو في فيديو جاي، الى اللقاء.